السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. وزيرة الزراعة الموريتانية تصف التعديل الدستوري المرتقب بالمحطة التاريخية وتشيد خلال مهرجان في نواكشوط بإنجازات الرئيس. الرئيس الكونغولي يعين وزيرا أول جديدا من المعارضة سعيا إلى إنهاء الأزمة السياسية القائمة في البلاد. اتحادات طلابية مغاربية تعلن تضامن مع طلاب الموريتانيين المعتصمين بالجزائر وتونس وتدعو إلى إنهاء مشكلهم مع المنح. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. وصفت وزيرة الصراع القيادية بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم لمينا من تمما تعديلات الدستورية المرتقبة إجراؤها استفتاءً شعبياً حولها بالمحطة التاريخية. وأشادت بن تمما خلال مهرجان نظم بقصر المؤتمرات في نواكشوط دعما للتعديلات الدستورية، أشادت بالإنجازات التي قالت إنها تحققت في مختلف المجالات. أنتم أمام محطة مهمة من محطاتنا التاريخية، واليوم تؤكدون وفاءكم ودعمكم لمسيرة ونهج شكل أملاً المستضعفين والمهمشين في العواصم والمدن والقرى والأرياف. إن برنامج بهامة رئيس الجمهورية الأخ محمد بن عبد العزيز الذي تدعمونه عمت إنجازاته البلاد كلها واستفاد منها كافة المواطنين. أعلن نائب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل محمد غلام ولي الحاج الشيخ استقالته من منصب نائب الرئيس اعتراضا على بعض الأسماء التي قال في توضيح صادر عنها أنها نالت من رمزية التطبيع ما لم ينل غيرها، والتي وردت ضمن التشكيلة الجديدة للمنتدى الذي يتولى تواصل رئاسته الدورية. كما جمد نائب رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم وعضو بمجلسه الوطني عضويتهما في الحزب وفي المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة. نتابع تفاصيل سياق التقرير التالي. نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح وتنمية التواصل النائب البرلماني محمد غلام للحاج الشيخ يقدم استقالته من منصب نائب الرئيس اعتراضا على بعض الأسماء التي قال في توضيح صادر عنها إنها نالت من رمزية التطبيع ما لم ينل غيرها، وأضحى الوسم التطبيعي عنوانا محفورا عنها في ذاكرة، وهي إشارة إلى تقلد أحد وزراء الخارجية السابقين في موريتانيا والذي وصلت في عهده العلاقات بين موريتانيا وسلطات الاحتلال تمثيلا دبلوماسيا مرتفعا منصب مسؤول للعلاقات الخارجية بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يتولى حزب تواصل رئاسته الدورية. وخارج حزب تواصل جمد نائب رئيس حزب الاتحاد وتغيير الموريتاني حاتم المختار البكار نشاطه داخل الحزب وفي المنتدى إلى أن يتم تغيير التشكيلة الحالية له. كما أعلن عضو المجلس الوطني لحاتم أحمد الوليد قراره تجميد عضويته في الحزب الذي يتولى رئيسه منصب مسؤول الإعلام في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة. ويأتي احتجاج القادة السياسيين المعارضين 3 أيام بعد إعلان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة عن تشكيلة جديدة انتقلت بموجبها رئاسته من الرئيس السابق الشيخ سيد أحمد البابامين من قطب الشخصيات المستقلة إلى محمد جميل المنصور من قطب الأحزاب السياسية. وتأتي الاستقالة وتجميد النشاط في سياق تأكيد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة سعيه إلى إفشال مسار التعديل الدستوري المرتقب عبر الاستفتاء الشعبي المعلن عنه من طرف النظام الموريتاني. رفض الموريتانيون على مدى عقد ونصف العلاقات التي نسجها نظام الرئيس الأسبق معاوية والسيد أحمد الطايع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وخرجت في نواكشوط العديد من المسيرات الاحتجاجية الرافضة للتطبيع والداعية إلى قطع مختلف أشكال العلاقات مع الاحتلال الصهيوني. نتابع. قاوم الموريتانيون لحوالي 15 عاما متتالية العلاقات التي أقامها الرئيس السابق معاوية والسيد أحمد ولي الطايع مع إسرائيل بذرائع مختلفة لم تقنع الشعب الموريتاني. وخلال 3 أشهر الأخيرة
عاود مسؤولون موريتانيون اتصالات بشخصيات إسرائيلية لعل أرفعها. المشاورات التي أجراها وزير الخارجية الموريتاني إسلكو لحم لزيد بيه مع عدة وزراء من بينهم مسؤول إسرائيلي حسب ما كشف عنه وزير الخارجية الإسباني في تغريدات له على مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل ذلك بأسابيع شاركت سفيرة النظام في فرنسا في حفل نظمه رئيس الجالية اليهودية مستعرضا صوره مع السفيرة الموريتانية، مما يشير إلى أن ثمة مساعي أوروبية وغربية لإعادة قطار العلاقات الموريتانية الإسرائيلية لمساره وقد توقف منذ العام 2009 في ظروف غامضة. من جانبها قوى المعارضة صعدت في السنوات الأخيرة وتيرة استقبالها لمهندسي العلاقات مع الإسرائيليين من وزراء خارجية وسفراء من أجل تبييض وجوههم المسودة بالفساد وجرائم المصارعة في ربط العلاقات مع قتلة الأطفال ومجرمي الحرب المستثنون من متابعة القضاء الدولي المنحاز لرؤيتهم في مشروعية اغتصاب أرض فلسطين. وقبل أيام جاءت ثالثة الأثافي عندما أسند المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مسؤولية علاقاته الخارجية لمهندس هذه العلاقات والذي تولى كبرها منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي، مما أعاد خلط الأوراق من جديد وبات يبعث على التساؤل هل يبحث المنتدى هو الآخر عن خيط مع الكيان الإسرائيلي وحلفائه الأوروبيين للاستقواء بالكيان وحلفه على نظام يضيق عليه خناق الدول الغربية بشكل متزاود في الآونة الأخيرة، أما أن الأمور تسير بشكل طبيعي في سياق التوازنات والإكراهات السياسية والاستفادة من لعبة المحاور والتحالفات والبحث لكل مرحلة عن رجالها القادرين على أداء أدوار دولية وإقليمية أكثر احترافاً بعيدا عن الحفاظ على اعتبارات تتعلق بالمشاعر والعواطف أكثر من تعلقها بالمصالح، كما يفسر المتنكرون للمبادئ دائما ليجعلوها ضحية يعبرون عليها نحو مصالحهم الموهومة أو المظنونة في أحسن الأحوال. وتبقى الأسابيع والأشهر القادمة حبلى بما سيكشف القناع عن التطورات الجديدة للعلاقات الموريتانية الإسرائيلية التي لا يبدو أنها قد انتهت وإلى الأبد من حيز التداول في الإعلام والسياسة الدولية. عين رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا مساعدا الأمين العام السابق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية والتقدم الاجتماعي المعارض برينو تشيبالا وزيرا أولا بعد أيام من إقالته الوزير الأول السابق سامي باديابانغ. وتشهد الكونغو الديمقراطية أزمة سياسية منذ انتهاء ماموريه كابيلا، وقد دخل الطرفان الموالي والمعارض في مفاوضات لإنهاء الأزمة. نتابع تفاصيل في سياق تقرير تالي. رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا يختار قياديا معارضا لشغل منصب وزير أول في الحكومة بعد إقالته الوزير الأول السابق المعين قبل أشهر سامي باديبانغا. الوزير الأول المعين بيرنو تشيبالا شغل منصب مساعد للأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وهو الحزب الذي شغل فيه مناصب مختلفة. ويأتي تعيين بيرنو بعد مفاوضات بين الأغلبية الرئاسية وجزء من المعارضة الكونغولية بعدما فشل اتفاق 31 دجنبر الموقع بين الموالاة والمعارضة بالعاصمة كينشاسا. وكان الوزير الأول الكونغولي الجديد بيرنو تشيبالا قد اعتقل العام الماضي وزج به في السجن المركزي ماكالا بكينشاسا لأسباب سياسية. وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ انتهاء مأمورية جوزيف كابيلا في 19 دجنبر الماضي احتجاجات تتجدد من حين لآخر تدعو الرئيس إلى مغادرة السلطة بعد انتهاء مأموريتيه الرئاسيتين. وقد شهدت كينشاسا وبعض المدن الكونغولية غداء انتهاء مأمورية كابيلا وفق الأجل القانوني احتجاجات واسعة تخللتها أعمال عنف سقط فيها عدد من القتلى والجرحى واعتقل المئات. وقد دخل النظام والمعارضة في حوار سياسي واتفق الطرفان على أن يظل كابيلا في السلطة عاما إضافيا، حيث ستجري البلاد انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية عام 2017 وقبلها يتم تعيين وزير أول من المعارضة. ويتولى جوزيف كابيلا السلطة في الكونغو الديمقراطية منذ يناير عام 2001 أياما بعد اغتيال والده لوران ديزيري كابيلا. أعلنت اتحادات طلابية مغاربية تضامنها مع طلاب الموريتانيين المعتصمين بالجزائر وتونس
احتجاجا على المنح، ودعت الاتحادات الطلابية في بيان مشترك صادر عنها الجهات المعنية إلى تلبية مطالب الطلاب وصرف منحهم، كما طالبت بإيجاد صيغة تنهي مشكلة المنح المتكرر. نتابع. اتحادات طلابية مغاربية تعلن تضامنها مع الطلاب الموريتانيين في الداخل والخارج، وتدين ما أسمته القمع الوحشي الذي شوبه به الطلاب الموريتانيون في الجزائر وتونس وموريتانيا جراء إضراباتهم المطالبة بصرف مستحقات المنحة الدراسية. وطالبت الاتحادات الطلابية المغاربية في بيان صادر عنها الجهات المعنية بتلبية المطالب الطلابية بشكل عاجل وفوري، وفتح حوار جدي مع الفاعلين النقابيين لوضع تصور مشترك يضمن عدم تكرار معاناة الطلاب المأساوية والمتفاقمة على حد تعبير البيان. وطالبت الاتحادات الموقعة على البيان، وهي اتحاد الطلبة الوطنيين بموريتانيا والاتحاد العام لطلبة تونس ومنظمة أصدقاء الطالب بالمملكة المغربية، الأجهزة الأمنية في البلدان المستضيفة للطلاب بإتاحة الحرية الكاملة للطلاب ليعبروا عن مطالبهم المشروعة. وكان الطلاب الموريتانيون في كل من الجزائر وتونس قد دخلوا في احتجاجات مطالبة بصرف المنح الطلابية قبل أن تتطور إلى مرحلة الإضراب عن الطعام أو ما أطلق عليه الطلاب معركة الأمعاء الخاوية من أجل الحصول على حق الطالب. وكانت بعض النقابات الطلابية في موريتانيا قد نظمت وقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي في نواكشوط تضامنا مع الطلاب الموريتانيين بالجزائر وتونس، معتبرة أن حياتهم باتت في خطر. كما أعلنت بعض الأحزاب السياسية الموريتانية تضامنها مع الطلاب ودعت لتلبية مطالبهم التي وصفتها بالمشروعة. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدرت بيانا نهاية شهر مارس المنصرم اعتبرت فيه أن كل المنح المستحقة للطلاب الموريتانيين حولت لأصحابها. وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية للمنح لها برنامج محدد ومسطرة قوانين تحدد عملها وتواريخ محددة لاجتماعاتها. نظم المركز الموريتاني للبحوث ودراسات الإنسانية مبدأ دورة تكوينية لصالح 30 طالبا جامعيا من تخصصات مختلفة حول البرامج الإحصائية، وتستمر دورة يومين. يسعى المركز إلى أن يستفيد خلالها الطلاب الجامعيون من البرامج العلمية المستخدمة في مجال الإحصاء. إطار دعم القدرات الطلاب والشباب الموريتانيين خاصة في طلاب الجامعات في أحد المواضيع التي تعد أساسية هو موضوع الإحصاء في العلوم الاجتماعية والعلوم أيضا ما يتعلق بالجغرافيا والعلوم الاقتصادية. نظم المركز هذه الدورة حول برامج الإحصاء خاصة تطبيق برنامج سفينكس اللي يعد أساسي جدا بالنسبة للدراسات والبحوث والرفع من مستوى البحث العلمي في البلد بشكل عام. مركز هذه الدورة اللي تنظم مدة يومين يسعى المركز من خلالها لتعزيز قدرات هؤلاء الشباب. هي الآن دورة من 30 طالب في الجامعة، ستكون هنالك دورة أخرى مشابهة في الأيام القادمة إن شاء الله، نفس الدورة مدة يومين في الأسبوع، معدل 4 ساعات من التدريب. طبعا اخترنا أحد شباب وشاب موريتاني ما شاء الله الشيخ محمد الهيبة، قادر جدا فيما يتعلق بالتدريب على البرنامج وعنده إمكانات قوية جدا في البرنامج. في المرحلة القادمة إن شاء الله الدور تعود الدورة أكثر توسع من خلال إيجاد مكان أكبر لكي تشمل عدد أوسع من الطلاب المهتمين. نظمت بعض الجامعات ناشطة في المجال الاجتماعي بالتعاون مع مركز المختار بلداد للتكوين المهني ودمج الشباب يوما مفتوحا بمقاطعة الميناء. ودعا منظم اليوم المفتوح الشباب إلى الإقبال على التكوين المهني والاهتمام باكتشاف المواهب والمهارات وتطويرها في مختلف المجالات. باسم الشراكة بين جمعية الشباب الموريتاني للترفيه والثقافة والتقنيات ومنظمة عاجل صحة وبيئة للعام 2017-2018، نحن جد مسرورين بحضوركم معنا لحفل انطلاقة أنشطة مركزنا مركز المختار ولداداه للتكوين المهني ودمج الشباب ببلدية الميناء تحت عنوان يوم الباب المفتوح. هدفنا من هذه الشراكة هو تكوين الفئة العمرية ما بين 14 سنة إلى 24 سنة تكوينا يعطيهم فرصة ثانية للدمج في الحياة النشطة ليتمكنوا من كسب معيشتهم بكرامة.
إلى الشأن الفلسطيني، حيث نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن الأسير المحرر منذ يومين على الحاج تأكيده استكمال الحركة الأسرية للترتيبات التمهيدية لبدء إضراب طويل عن الطعام حتى انتزاع الحقوق المشروعة. وبين الحاج في حديثه مع المركز أن قيادة الإضراب يتزعمها عضو المجلس التشريعي الأسير مروان البرغوثي. نتابع تفاصيل بسياق التقرير التالي. يعني 13 سنة حكم وسنة دفعنا 80 مليون. بعدما قضى في الأسر محكومية 13 عاما على ذمة تهمة الانتماء للمقاومة، أعلن ابن مخيم النصيرات علي الحاج من قطاع غزة إتمام الأسرى في سجون الاحتلال الترتيبات الأخيرة بين يدي فتح إضراب طويل عن الطعام لانتزاع حقوقهم المشروعة في حركة ضغط تولى قيادة مبادرتها عضو المجلس التشريعي الأسير مروان البرغوثي. إعلان أطلقه الحاج يومين بعد إطلاق سراحه قائلا إن الأسرى أنهوا ترتيباتهم الأخيرة تمهيدا للشروع ببدء الإضراب، والأجواء صعبة فكثيرون لا يعرفون دوافعنا خلف خوض الإضراب. ووفق معلن الحيثيات التي كشفها المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن علي الحاج، ينتظر أن يخوض الأسرى إضرابا في السجون الصهيونية كافة يوم 17 نيسان القادم بهدف إعادة منجزاتهم وإيقاف التفتيش الليلي والعاري وتحسين ظروف الحياة اليومية وتوفير أجهزة الهواتف للتواصل بين الأسير وذويه. وجاء في حديث الحاج ستكون قيادة الإضراب لدى الأسير مروان البرغوثي، ومطلبنا من العالم الخارجي أن يقف عند مسؤولياته، والأسرى الآن مشغولون بالتوعية لكيفية التعامل مع النوم والحركة ومقومات الصمود، ويعولون على المقاومة وصفقة وفاء أحرار ثانية. كما بيّن علي الحاج أن إدارة سجون الاحتلال حاولت في الأيام القليلة الماضية التسويف والمماطلة في الاستجابة لمطالب الأسرى، مكتفية من سقف الرضوخ بالحديث عن تسهيلات شكلية لا ترقى لطموح الأسرى. ولم يغفل الحاج عن الإشارة إلى انعكاس تداعيات اغتيال الأسير المحرر مازن الفقهاء على إضراب الحركة الأسيرة، مذكرا بانعقاد إجماع الأسرى على ضرورة ملاحقة ومعاقبة المتورطين في الاغتيال الأثيم. نهاية نشرة أخبار الوحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. وزيرة الزراعة الموريتانية تصف التعديل الدستوري المرتقب بالمحطة التاريخية وتشيد خلال مهرجان في نواكشوط بإجازة الرئيس. الرئيس الكونغولي يعين وزيرا أول جديدا من المعارضة سعيا إلى إنهاء الأزمة السياسية القائمة في البلاد. اتحادات طلابية مغاربية تعلن تضامنها مع طلاب الموريتانيين المعتصمين بالجزائر وتونس وتدعو إلى إنهاء مشكلهم مع المنح. يمكنكم مشاهدة الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله.